بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اما بعد، معشر المؤمنين والمؤمنات، وعنوان هذه الكلمه المتواضعه اعمال يوم عيد الاضحى. ايها الاخوه والاخوات، استهل هذه الكلمه لأن أبارك لكم هذه المناسبة الكريمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله يوم خير وبركة ودين وتوفيق وشفاء وتسديد، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. من نعمة الله علينا معشر المؤمنين والمؤمنات أن بلغنا هذا اليوم المبارك، فلله الحمد والشكر على ذلك. ويجب أن نعتز بالعيد ونفرح به بغض النظر عما يعيشه الناس من ضنك، نسأل الله تعالى أن يرفعه، بمعنى أن الإنسان يلتزم بكل آداب وكل سنن العيد دون أن يترك منها شيئا إلا ما منعته التدابير الاحترازية المعروفة، حيث أن الإنسان يغتسل، يتوضى للوضوء الكبير، ويلبس الحوايج ديالو الجداد، ويدير الرائحة الزكية، ويصلي صلاة العيد مع ولادو ومع الناس اللي موجودين معاه في الدار. بعد ذلك غادي يبشر ذبح الأضحية ديالو الى مصرين عنده ظروف، الى ما 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 مصرين راه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، راه عذر الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم راه ذبح ونوى عند ذبح تلك الأضحية انه بالنيابة عن كل من لم يضحي من امته الى يوم القيامة. وبالنسبة للتوقيت، صلاة العيد تبدأ بمجرد ما تحل النافلة، على سبيل المثال بالنسبة لنا في تارودانت غادي يكون الشروق في الصباح ديال العيد إن شاء الله تقريبا في 7 قبل 11 دقيقة، 7:09 يعني بعد 20 دقيقة راه الحمد لله تحل النافلة، وبالتالي يمكن للإنسان أن يؤدي صلاة العيد. بعدها مباشرة في حدود 8 مثلا يعني يباشر ذبح أضحيته، لأنه ضروري أن الأضحية تذبح في الصباح ديال العيد من بعد ما يذبح الإمام، والإمام هنا هو أمير المؤمنين أو من ينوب عنه بالنسبة للأئمة اللي تيصليو بنا. والقضية ديال هاد السنة اللي قالها واحد الفقير الله يجزيه بخير الحل، عندما ذكر أنه كل واحد منا غادي يصلي صلاة العيد جماعة مع الأهل ديالو في الدار، وبالتالي أشنو هو الإمام اللي غادي يقتدي به هاد السيد؟ غادي يقتدي برأسه، بمجرد ما يكمل الصلاة يذبح الأضحية ديالو، فهو إمام بيته وإمام نفسه إن شاء الله. وما تنساوش الله يجازيكم بخير أنه من اللي يذبح الإنسان الأضحية ديال العيد أنه يحترم البيئة، ما يسخ حتى شي حاجة، يجمع البقايا في كيس ويحطها في المكان فاش غادي يهزوها الناس اللي مكلفين بالنظافة وجمع القمامة، جزاهم الله خيرا وإحسانا وتقبل الله منهم. وفي نفس الوقت ضروري أن الإنسان يراعي جميع الاحترازات اللي فرضتها الدولة، بحيث قواعد النظافة والتباعد الاجتماعي وغيرها
من الأمور. بالإضافة إلى ذلك، هذه الأضحية راه فيها بالإضافة إلى حق صاحب البيت والزوجة ديالو وولادو وكافة أفراد العائلة، فيها حق الفقراء والمساكين. ما خصوش نهائيا إنسان ناس مساكن اللي ما ذبحوا، وراه الجيران تيعرفوا بعضياتهم، خصهم ما يخليو حتى شي واحد ولا ما يسعفوه في هذه المناسبة السعيدة. ويحاول الإنسان ما أمكن أنه يهني الأسرة ديالو عن طريق الزيارات إن سمحت الظروف، أو أنه ينيب عنها وسائل التواصل الاجتماعي. الحمد لله هذه الوسائل الآن راه اختصرت المسافات فعلا، من اللي تزور الإنسان مباشرة، ماشي بحال الا درتي لي غير التليفون، ولكن للضرورة احكام. بالنسبة لهذه السنة فرضت علينا اننا نراعيو باش ما نضروا لا نفوسنا ولا غيرنا. ومن ضمن سنن العيد كذلك ان الانسان يكثر من التكبير، وكما تقدم معنا كان التكبير المطلق دائما في كل وقت، يعني بسم الله الله اكبر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الى اخره. ولكن كاين التكبير اللي هو محدد تيبدا من الظهر ديال نهار العيد، ملي يصلي الانسان اي صلاه من الصلوات الخمس تيقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثلاثه المرات. والا صلى جماعه انسى الناس اللي معاه يفكروه، الا نسى حتى داز واحد الوقت اللي هو قليل غادي يعاود يكبر، الى فات وقت طويل راه فاتو هذيك السنه. اذا من الظهر ديال نهار العيد حتى لصلاه الصبح ديال اليوم الرابع من بعد العيد تيكمل هذا التكبير وتي توقف. ويحرص الناس على الاداب الاسلاميه، يظهروا الفرحه ويحترموا النظام ويكثروا من الدعاء، ولا سيما ان هذه الجائحه وهذه المصيبه اللي صابت بلادنا وصابت بلاد المسلمين وصابت سائر البشريه هي في يد الله سبحانه وتعالى، وهو قادر على كشفها. وبالتالي خصنا نجددوا النيه ونتوكل على الله ونكثروا من الدعاء، فان الله سبحانه وتعالى سيكشف الضرر لا محاله، ان عاجلا او اجلا، وعسى أن يكون قريبا. مرة أخرى معشر المؤمنين والمؤمنات، عيدكم مبارك سعيد، تقبل الله منا ومنكم، ويسر الله أمورنا وأموركم، وصلى الله وسلم على نبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.